زد وانقص. اسأل نفسك، أنا وأنت ألمت بنا ملمات كثيرة في الحياة، طبيعي ألمت بنا ملمات، أحداث، أحزان، كروب، هموم، غموم، ضوائق مالية، نفسية، عائلية، أسرية، اجتماعية، في الدوام، في العمل. كم مرة لما مرت عليك شيء من هذه الضواعق توضيت وفرشت سجادتك في البيت وصليت ركعتين تطلب من الله مباشرة مباشرة: يا رب ظروفي صعبة، يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، يا رب ادفع عني الضر. واقع عملي، ليس شيء مكفن. الله ما يريد دين مكفن، ما يريد لا إله إلا الله معلبة، يريد لا إله إلا الله حياة تنبض بالحياة كأنها كائن حي، هكذا تتفاعل مع الحياة، تتفاعل مع الواقع، تتفاعل مع تفاصيل وتضاعيف هذه الدنيا، هذه الحياة وهذا الكون، وترى كيف الله تعالى يرزقك، وترى كيف الله تعالى يعطيك. أذكر، أقول هذا لا تفاخرا، لكن أذكرهم باب التدارس والتعليم لي ولكم. سمعتم كلكم أن دشينا من حوالي 6 أشهر يعني وقف القرآن وعلوم الشريعة، سمعتوا عنه؟ انتشر كثير، مشروع ضخم، وقف القرآن وعلوم الشريعة يخدم عمان كامل، يعني قوام هذا الوقف 1,600,000. ففي يوم من الأيام التدشين الله سبحانه وتعالى ذكرني بهذه الحقيقة من فضله وكرمه وجوده، وإلا أنا ضعيف. فأنا مشتغل مع الإخوة في التدشين والحفل، هناك بعض المشايخ، بعض الحضور وهكذا. فقسمت الطلاب معي في السكن إلى زوايا، زوايا في المسجد. قلت لهم: نحن الآن ندش في هذا الوقف، لكن نحن ما نستطيع أن نستجلب ريال واحد من أي إنسان لأن يدفع في هذا الوقف، لأن هذا الوقف يحتاج إلى مال، والأموال على وجه الحقيقة واليقين هي من خزائن الله. الله يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله يأذن، نحن ما نستطيع أن ندخل قلوب العباد ونقنعهم أن يتصدقوا عن هذا الوقف، ليس لنا نحن، وإنما لخدمة الإسلام، لخدمة الدين، لخدمة علوم الشريعة، لخدمة القرآن الكريم. فأنت تكون في هذه الزاوية، أنت تكون هنا، أنت تكون في الذكر، أنت تكون في الدعاء، تتوجه إلى الله. والله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه كانوا طول الوقت في حفل التدشين هم في الدعاء والتضرع، نحاول ندرب أنفسنا. من قصص واللطائف أن كنت مع سيدي الجليل وشيخي المربي صاحب الفضل علي وعلى كثير من الناس في هذا الوطن، الشيخ محمد الصوافي حفظه الله تعالى. فمن اللطائف اللي ذكرها لبعض الإخوة، بعد الشهر أو هكذا قلت حق الشيخ، أقول له جلسة خاصة هكذا، قلت له نريدك يعني لما يجيك حد من أهل الغنى واليسار وهكذا توجه صوبنا، أنه عنده مشروع كبير، ساقيه واحد منهم يدي صوبنا يعني. فالشيخ ضحك يعني، فقال يقول: دبر أموركم على كم، صرف أموركم ويجينا نبغاه حالنا. الشيخ عنده أعمال وعنده مشاريع كبيرة. فمن أي هذا الكلام من مدة، من حوالي 6 إلى 5 أشهر هكذا. فقبل بداية فصل الدراسي حوالي أسبوعين زرت الشيخ مرة، قلت: الشيخ تذكر لما قلت لك عن المشروع وكذا كذا؟ قال: نعم. قلت له: أبشرك الآن مشروع يقارب المال المرصود 1,000,000 ريال. فالشيخ تعجب، قال: كيف أنت مو سويت بهم؟ كيف يعني كيف كنت في الأموال؟ كورونا عشان ما قدر العبارة، لكن الناس كانوا يقولوا كورونا ما كورونا وشركات فيها عجز ونقص وهكذا. نحن ما نفعل، نحن ما نعطي، نحن ما نرزق، نحن ما نستجلب أي شيء، الله وحده. توجهوا أيها الإخوة الكرام إلى الله، هذه نعمة، أنت مسلم، أنت تعيش في نعمة، نعمة عظيمة، أن لك رب يسمعك، أن لك رب يعطيك، أن لك رب يدفع عنك الضر، أن لك رب يرزقك، أن لك رب يسمع أنين وآهات ضميرك وحناياك حتى الذي لم تنطق به.
به يعلمه